بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سلام عليكم على كل اللي بيشوفونا، يا رب تكونوا بخير وفي أحسن صحة وفي أفضل حال يا أجمل ناس في الدنيا كلها. بإذن الله جايب لكم النهاردة وصفة سهلة وبسيطة لعلاج كل مشاكل البشرة، من تجاعيد وخطوط رفيعة وهالات سوداء وتفتيح للبشرة وأثار الحبوب بمكونات بسيطة موجودة بإذن الله في كل بيت أو متوفرة في جميع الأسواق. وصفة النهاردة سريعة المفعول، وهتخلص البشرة من أي تجاعيد، وهتخلي البشرة شباب في سن العشرين مهما كان عمرك فوق الأربعين أو الخمسين. يلا كده نبدأ الطريقة على بركة الله، بس ليا رجاء وطلب عندكم يا ريت كده لايك بإيديكم الحلوين، وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان توصلكم كل الفيديوهات. أول مكون عندنا وهو الفازلين الطبي. الفازلين الطبي النقي بنجيبه من الصيدلية او من اي عطار موثوق منه، لازم يبقى فازلين طبي نقي. هناخد معلقة كبيرة من الفازلين. الفازلين بيفتح البشرة وبيرطبها وبينعمها وبيشد البشرة وبيشيل اي تجاعيد، وفي كمان مضادات اكسدة، هو طبعا مش من مشتقات البترول، وبينعم البشرة وبيخلصها من التجاعيد والخطوط الرفيعة. طبعا هو بيبقى جامد كده بالشكل ده، احنا ممكن نسيح او نستعمله كما هو. المكون الثاني عندنا وهو البن السادة او القهوة السادة، هي بدون اي اضافات، قهوة سادة بدون اي اضافات. هناخد معلقة كبيرة من القهوة. هكتب لكم باذن الله المكونات في نهاية الفيديو، فتابعوا معايا الفيديو للنهاية. القهوة بتضيق المسام بتاعت البشرة، وكمان بتشيل خلايا الجلد الميتة، وبتشيل اثار الحبوب، وبتنشف الحبوب، وبتعمل صنفرة للبشرة ممتازة جدا القهوة للبشرة. وفي مسكات قهوة كتير جدا، مسكات بالبن ممتازة للبشرة، وهي سر من اسرار طبعا صالونات التجميل اللي هي مسكات القهوة. هنقلب كويس جدا، وياريت نراعي الترتيب في المكونات. تالت مكون عندنا هنضيفه، عشان طبعا دي مكونات جافة، نحط مكون السائل بتاعنا عشان يمتزجوا مع بعض، وهو زيت لبان الذكر. هناخد معلقة كبيرة من زيت لبان الذكر. من زيت لبان الذكر بيشد البشرة وليه فوائد رهيبة للبشرة من تفتيح، وبيديها نضارة وحيوية ونعومة، وبيخلي البشرة كده زي قمر 14. زيت لبان الذكر كده هنخلطهم كويس وبقوم بالشكل ده. اخر مكون هنحطه وهو النشا او الكورن فلاور، اسمه النشا عندنا في مصر، وطبعا اسمه بيختلف من بلد للتانية، ممكن تبحثوا عنه في جوجل حسب دولتكم. هناخد معلقة كبيرة من النشا او الكورن فلاور الستارش، والنشا بيفتح البشرة يعني حوالي 3 درجات على الاقل، من 3 ل 5 درجات، و بيشيل التجاعيد وبيفتح الهالات السوداء، وبيقضي على بقع الحبوب والنمش والكلف، الكلف طبعا البسيط. كده شكل الخليط النهائي. ازاي بقى هنستعمله؟ هناخد طبعا كده الخليط هنحطه على الوجه والرقبة، في حركات كده نعمل مساج بالخليط على الوجه والرقبة، ونسيب الخليط على البشرة حوالي ساعة، من 45 دقيقة ل60 دقيقة، وبعد كده هنغسله بالماء الدافئ وثم البارد عشان نقفل المسام. في خطوة مهمة هنستعملها بعد ما نعمل الخليط، بالمناسبة هنستعمله بالليل طبعا قبل النوم، وهنستعمله يوم بعد يوم يعني حوالي 3 مرات في الأسبوع. في خطوة مهمة لازم نعملها بعد الماسك، هنحط جزء من مية الورد على قطع من القطن، ونحطها على الوجه علشان نقفل المسام، او نمرر قطعة من التلج على الوجه عشان نقفل المسام. وبعد كده هنرطب الوجه باي كريم مرطب عندنا، زي مثلا كريم جلايسوليد او كريم دوف او كريم نيفيا او كريم بنسينول، اي كريم مرطب مناسب لنوع بشرتكم. اي وصفة لازم بعديها نستعمل كريم مرطب علشان ما يحصلش اي التهاب. والوصفة ديت سهلة وخفيفة،
وباذن الله مش مناسبه لكل انواع البشره، ومش هتعمل اي التهاب لاي بشره سواء جافه او دهنيه او عاديه. كمان في ملحوظه مهمه، لازم نشرب كميه كبيرة من المية في اليوم، يعني من 2 ل 3 لتر في اليوم، علشان نحافظ على نضارة البشرة وننشط الدورة الدموية في البشرة والجسم كله. ولازم كمان ننام عدد ساعات كافي من النوم، يعني حوالي 8 ساعات في اليوم، لان النوم بيدي حيوية ونعومة للبشرة وبيديها نضارة وحيوية وبتبان أصغر في السن. بس كده، دي نهاية فيديو النهاردة. أشوف وشكم بخير الفيديو الجاي. لا إله إلا الله محمد رسول الله.